ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض معادنا مع أهم المباريات المحلية والعالمية. نبتدي على طول مع منتخب مصر الأول لكرة القدم اللي تقدم مركز واحد خلال التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمنتخبات العالم، وده خلال شهر يونيو الجاري، وتواجد منتخب مصر في المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا، وكمان اتقدم مركز واحد عالميا من المركز 37 للمركز 36. ومنتخب السويس اتعادل مع سبورتنج بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد السويس الجديد في الجولة الخامسة من دورة الترقي اللي مؤهلة لدوري الأضواء، وبالنتيجة دي رفع السويس رصيده لخمس نقاط في المركز الثالث للمجموعة وخرج من الحسابات عن الصعود للممتاز، لكن سبورتنج رفع رصيده لثمان نقاط في وصافة المجموعة وبقى ما فيش قدامه بديل غير أنه يفوز في المباراة اللي جاية قدام حرس الحدود. فريق حرس الحدود فاز على الترسانة بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دورة الترقي المؤهلة لدوري الأضواء في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الماكس بالإسكندرية. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اختار 19 لاعب لقائمة مبارياته قدام الداخلية النهاردة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري المصري. القائمة شهدت غياب كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبرسيتاو وسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي وكريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلول. شركة تذكرتي أعلنت فتح باب الحجز لمباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع 27 من دوري النيل لموسم 2023-2024 واللي هتتلعب يوم 25 يونيو اللي احنا فيه. منتخب صربيا اتعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024، وبيحتل منتخب سلوفينيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، ومنتخب صربيا حصد النقطة الأولى في المركز الرابع.